السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، نبدأها بالعناوين. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يدعو إلى حماية حقوق الإنسان والابتعاد بها عن المزايدة والاستغلال السياسي. المعاهدة من أجل التناوب السلمي تناقش وثيقتها التمهيدية الخاصة بالحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. نقابيات في موريتانيا يخلدن ذكرى اليوم العالمي للمرأة تحت شعار لا للعنف ضد النساء. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، من سماها القوى الوطنية الحية في موريتانيا، إلى العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان بعيدا عن المزايدة والاستغلال السياسي. وثمن الحزب في بيان صادر عنه القرار الرسمي القاضي بإعلان 6 مارس يوما وطنيا لمحاربة مخلفات الاسترقاق، واصفا إياه بالقرار التاريخي. هذا وكانت موريتانيا قد احتفلت يوم أمس ولأول مرة باليوم الوطني لمحاربة الاسترقاق الذي يصادف 6 مارس، وهو اليوم الذي أقرت فيه الحكومة خارطة طريق لمحاربة الرق، كلفت بها لجنة وزارية تدعمها خلية فنية لتطبيق بنود الخطة التي أعدت بمباركة من الأمم المتحدة. نتابع. خطوة جديدة في سياق خارطة الطريق التي أصدرتها الحكومة الموريتانية قبل عام لتصفية ما تسميه بآثار الرق ومخلفات العبودية في موريتانيا. يوم وطني لمحاربة الاسترقاق. الفعالية هي عبارة عن يوم الوطني، تخليص اليوم الوطني لمحاربة مخلفات الاسترقاق على غرار اليوم الدولي 2 ديسمبر من كل عام، الذي يخلد وكذلك محاربة آثار الاسترقاق في العالم. لذا وبعد أن قطعت الحكومة الموريتانية أشواط متقدمة، اليوم الجديد الذي أقرته الحكومة لتخليد محاربة الرق يصادف أيضا إصدار الحكومة 29 توصية سمتها خارطة الطريق لمحاربة الظاهرة. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا ثمنت تبني الحكومة الموريتانية لخارطة الطريق من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق ووضع خطة عمل من أجل تنفيذها. غير أن العديد من النشطاء والحركات الحقوقية يعتبرون أن هذه الخارطة غير كافية ولا تلامس الجيوب الخفية لاستمرار الظاهرة، كما أنها لم تقدم ما ينعكس بشكل ملموس على حياة مئات الآلاف من الأرقاء السابقين الذين يعيشون حياة الفقر والحرمان والتهميش. الاعتراف الرسمي بوجود العبودية واتخاذ إجراءات مواكبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى سن التدابير القانونية اللازمة للاستئصال النهائي والتام للممارسات الاسترقاقية وبجميع أشكالها. الشروع في سياسة مبتكرة من التمييز الإيجابي لصالح الحراطين على جميع المستويات تمكنهم من تدارك التأخر الملاحظ وتحسين ظروفهم المعيشية للخروج من واقع التبعية. الخارطة اعتبرت من طرف الحكومة الترجمة الفعلية لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق، وتهدف هذه الخارطة إلى تحقيق مشروع مجتمعي متكامل يحظى فيه كل فرد بحياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة، حسب بيان المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل الإنساني. من ناحية أخرى، خلد قادة في الحركة الوطنية لتحرير وترقية الحراطين الحر الذكرى 37 على تأسيس الحركة، والتي تصادف 5 مارس الجاري. وقد نظم حزب المستقبل بطرفيه المناوئ لرئيس الحزب والموالي له ندوتين تناولتا تاريخ الحركة وأهم المراحل التي مرت بها، شارك فيهما عدد من الباحثين والسياسيين. تفاصيل أوفان تابعها في التقرير التالي.
37 عاما على نشأة الحركة الوطنية لتحرير وترقية الإحراطين الحر، التي مثلت إطارا تجمعت داخله أطر شريحة الإحراطين المناهضين للرق وأذاره في المجتمع الموريتاني كما يقولون. 37 عاما تغيرت فيها بوصلة الحر وتفرق فيها رفقاء الأمس، ليأتي تخليد الذكرى هذه السنة برؤية أحادية للأطراف الرئيسية في حزب المستقبل المنشق على نفسه. جناح الحزب الرافض لرئاسة رئيسه غير الشرعي كما يصفونه محمد والبربص عقد ندوة تقييمية لأداء الحركة، جمع خلالها عددا من الباحثين والوجوه السياسية وقادة ميثاق الإحراطين للتقييم والقراءة في مضامين الحركة. وإن ظل التأكيد على العدالة والمساواة بين الشرائح لتعزيز الوحدة الوطنية أمرا حاضرا. من البداية كان تصورنا هو أن نساهم مساهمة إيجابية كبيرة في تعزيز الوحدة الوطنية، في خلق مناخ جديد يعود في الحقيقة قاعدين نتقلبوا فيه على ياسر من المسائل اللي نقدر نعود وجريناها معانا من تأسيس الدولة اللي هي. صورة أخرى لتخليد ذكرى الحر 37 عكسها جناح رئيس حزب المستقبل المطعون في شرعيته من قبل خصومه في الحزب الرئيس محمد والبربص، ركزت على استذكار الشخصيات التي عبدت الطريق للنضال الحقوق ومكافحة الرق وأذاره في موريتانيا، وسط تشبث بالحر ونضالاته السلمية التي تمثل درسا كما يقول والبربص للتعاطي السياسي والحقوقي. إن نظرة سريعة لهذا الميثاق الذي ما فتئ يراد له الوأد في المهد ثم التشويه والطمس لن يوضح جليا الطموح العالي لتلك النخبة، وأي نخبة، وتعاليها عما لا يخدم الوطن والمواطن. فهذه النخبة رقت وتعالت عن كل ما يسبب الشرخ وحتى زعزعة النظام الحاكم ببحثها عن مرض المجتمع الموجود والسعي في استئصاله دينيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى سيكولوجيكيا. حركة الحر وهي تطفئ شمعتها 37 ما زالت تشكل إجماعا بين طيفها السياسي الذي فرقته السياسة دروبا وشيعا. عقد عدد من أطر وقيادات أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي ملتقى بنواكشوط لنقاش وثيقة المعاهدة التمهيدية للدخول في الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. ويهدف الملتقى إلى نقاش مختلف نقاط الوثيقة والخروج بخلاصة نهائية لرؤية المعاهدة للدخول في الحوار. لكننا نحن اليوم هنا في أحزاب المعاهدة وفي هذه المجموعة الخيرة من أطر الأحزاب ستكون لدينا وثيقة تمهيدية معتمدة طبعا هذه الوثيقة التمهيدية على الورقة التي تقدم بها الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة الرئيس مسعود البخير، وبناء على اقتراحات وطلب وتوجيه من رئاسة المعاهدة حررت اللجنة الدائمة واللجنة التنفيذية للمعاهدة وثيقة ستكون إن شاء الله وثيقة تمهيدية، راجينا أن تكون هي الإطار المحدد للنقاشات التي سنقوم بها هنا، ونرجو أن تكون هذه النقاشات نقاشات مفيدة وستكون كذلك، على أن نختتم النقاشات بورقة تتم صياغتها من لجنة الصياغة التي اخترناها. إلى مدينة زوارات، حيث يلقي إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم بظلاله على حياة السكان اليومية في المدينة المنجمية، وتعيش السوق ركودا يصفه البعض بالكبير، كما تعاني ضعفا في الإقبال نتيجة فقدان السيولة لدى أسر آلاف العمال المضربين. نتابع.
جلس هنا ينتظر الزبائن، وحين لم يأتوا فضل أن يرتاح، وهذا بائع آخر لم يجلس لكنه يشكو من قلة الزبائن ومن ركود عام تعيشه الأسواق بسبب إضراب عمال شركة سنيم. الأيام مرتفعة أسعارها شوي، قليلة مخفضة بالسوق، وهذا الإضراب أثر على السوق قطر عنه نسبة 80%. نحن هنا البيع متقص بنسبة 80%، والله قريب منه. طبعا هذا الإضراب قطر عنه شال عنه، طار بالسوق، طار فيه. ارتفاع في الأسعار في بعض المواد الغذائية ونقص في بعضها جعل السكان هنا يخشون من تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويناشدون السلطات الإسراع بحل مشكلة العمال. طالبين من إخوتنا هذو كاملين ودولتنا ورئيسنا واللي بوه واللي بلابو أنه يرد لنا عمالنا. أخلينا هون إلين يقفلوا هما لا ينمشوا إحنا، ومنين ينقزوا ما هاي الدشرة ما باقي فيها حد. هون يعدوا الذي الشانتية ونزود ماي خارجة ما هون حد. هذا سمعتوه ورانا قايلينكم علينا داربين أقعادهم داربين إلى أقصى درجة. هاي الأزمة تأثر منها السوق وتأثر منها الشعب كامل، مواطنين متأثرين. معت نحن ما عندنا ما هو ذا القطاع، معت هذه زويلات في عزلة وعندها لا القطاع اللي قال له سنين من الساعة اللي تأثر لين تأثروا كاملين، ونيت تنقف على الأمة اللي ونقزوا عمالها ما باقي هون حد. لا تبقى لهم رق السوق ذرك، ما في شي حد يعرف على السوق على حقيقته، وشاف حركته ما عرف عن السوق ما ترى فيش. معت ما ترى عندهم شي بهم ولا مداخلهم شي الا من ذي الشركة، وذي الشركة عمالها ضاربين. سمعت هنا عندهم 5 ولا 10 طالبين من الرئيس العادي بقيمه المثلى من موريتان يحل لنا هذه المشكله. مدينه زويرات مدينه عماليه منجميه، ترتبط الحياه الاقتصاديه فيها انتعاشا وركودا بوضعيه العمال، وتعاني المدينه من عزله بسبب عدم وجود طريق معبد يربطها بالعاصمه، ما جعلها تعتمد على ما يصلها من مدينه وذيب عبر القطار الذي ترددت انباء عن توقفه بعد دخول عمال وذيب في الاضراب. حالة من الركود الاقتصادي تعيشها الأسواق هنا في مدينة زويرات بتأثير مباشر من الإضراب الذي استمر في المدينة منذ أكثر من شهر. محمد فاول الشيخ، قناة المرابطون، زويرات. تظاهر العشرات من مناضلي المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة يوم أمس بعد صلاة الجمعة بنواكشوط تنديدا بالقرار الصادر عن إحدى المحاكم المصرية الذي يعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة إرهابية. ورفع المحتجون لافتات كما رددوا شعارات مناوئة لهذا الحكم وتصفه بالباطل، كما تصف الحكم في مصر بالانقلابي. إلى خبر مفصل، حيث نظمت جمعية أكادير للثقافة والتنمية ندوة بنواكشوط حول المديح النبوي في الأدب والثقافة الموريتانية. شارك فيها 10 الأدباء والباحثين في الأدب العربي والشعبي الموريتاني، ودعا المشاركون في الندوة إلى نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن ذلك يكون بالدرجة الأولى عبر اتباع سنته. وفي هذه السانحة لا بد لنا من التذكير بأن نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعبر عنها إلا من خلال ما أمرنا به نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من تسامح ورحمة. أيها الحضور الكريم، إن أمتنا الإسلامية تواجه اليوم تحديات جسيمة يتركز أغلبها في الغلو والتطرف والفهم الضيق لديننا الحنيف، الأمر الذي جعلنا في جمعية أكادير للثقافة والتنمية نسعى جاهدين دوما لإشاعة ثقافة الوسطية والوعي الصحيح بما تبسطه المحجة البيضاء في ثقافتها في نقائها السني الأخاذ. خلدت عدد من النساء النقابيات في نواكشوط ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة تحت شعار لا للعنف ضد المرأة. وأشادت المشاركات في حفل التخليد بالدور الذي قلنا إن المرأة النقابية في موريتانيا لعبته من أجل حصول المرأة في البلد على كامل حقوقها. في موريتانيا من الاستغلال
المرأة الموريتانية كانت لافة تناظر من أجل الوطن ومن أجل حقوقها، لأنها القوانين اللي كانت ذيك الساعة موجودة، وهذا تقدر تعود ياسم الناس ما دركته، لأنها الأمور كاملة وخاصة بالنسبة للمرأة العاملة الأمور كاملة الاجتماعية كانت مقبولة لأنها مسؤولية استفاد منها الرجل، كيف رعاية الأطفال، كيف تقبل ضمانهم، كيف تياسم الأمور صبح اليوم خارجين، ولا هذا بالله عدلت المرأة النقابية لأن هي ساعة كانت هي مكافحة مع المرأة الأحرار على كل حال ما هي محتاجة، وصبحت اليوم أغلبيتها ولا نقول الحمد لله قدام الناس كاملة لأن من أحسن العاملات الموجودين في العالم، لأن هم مساواة، ولكن عن هذيك المساواة يتملاهم هم نواقص حاسين إحنا بهم حاسين بهم هم تحسون وهم ياسر من الحقوق. رياضيا في هذه النشرة، يواصل نادي توجونين في دوري درجة ثانية تألقه، حيث فاز مساء أمس على نادي الوحدة بسداسية نظيفة، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر منذ انطلاقة نسخة دوري درجة ثانية لهذا العام. متابع. أبناء مقاطعة توجونين يسحقون نادي الوحدة بسداسية نظيفة، وكأنهم يريدون تأكيد أحقيتهم بالمضي قدما نحو دوري درجة أولى. تشكيلة نادي توجونين هذا المساء كعادتها عرفت وجوه سبق لها اللعب في دوري درجة أولى، وأخرى اكتفت باللعب في أزقة المقاطعة والحي الإداري على وجه الخصوص. في الجهة الأخرى، بدا نادي الوحدة مستسلما لواقع المباراة، وهو أكثر أندية دوري درجة ثانية حضورا جماهيريا، بل إنه النادي الوحيد الذي تحمل جماهيره شعاراته. لكن هذا المساء كان بمثابة نقطة بيضاء في ثوب أسود، حين دكت شباكه بسداسية نظيفة أعادت للأذهان سيناريو خسارة فرقة تجمع أمن الطرق في المباراة الافتتاحية لدور درجة ثانية لهذا العام، حين فاز بخماسية من الأهداف. واليوم يرد له الصاع صاعين من أبناء توجونين، ويشرب مر كأس الهزيمة الذي أذاقه لفرقة تجمع أمن الطرق. وكأن فرق دور درجة ثانية لهذا العام تعطي لكل ذي حق حقه من الأهداف ومن المرارة أيضا إن تطلب الأمر ذلك. أما الفرح فقد كان من نصيب أبناء الحي الإداري هذا المساء وبدون منازع. بذلكم مشاهدينا الكرام نصل نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها: حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يدعو إلى حماية حقوق الإنسان والابتعاد بها عن المزايدة والاستغلال السياسي. المعاهدة من أجل التناوب السلمي تناقش وثيقتها التمهيدية الخاصة بالحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. ونقابيات في موريتانيا يخلدن ذكرى اليوم العالمي للمرأة تحت شعار لا للعنف ضد النساء. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. بعد قليل تتابعون إعادة حلقة أمس من برنامج المشهد، والتي ناقشت موضوع استمرار إضراب عمال السنين منذ أزيد من شهر. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان.